ولمناقشة مستجدات المشهد السوري معنا عبر الهاتف من الريحانية على الحدود السورية التركية الخبير والعسكري والسياسي السوري أديب العلاوي. أهلا بك معنا أستاذ أديب. أهلا بكم، تحياتي لكم والتحية للمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ أديب. بداية، يعني قمة جديدة بين الرئيسين أردوغان وبوتين في سوتشي، بداية هل تتوقع نتائج مغايرة لهذه القمة عن سابقاتها؟ مساء الخير. والله أعتقد أن يعني هذه القمة يمكن أن يكون لها وقع آخر غير ما شاهدناه في الفترات الماضية. يعني حتى الآن القمم الماضية كانت يعني يسبقها، دعني أقول، يعني زيادة في القصف وخشونة في من قبل الروس كما حصل حاليا، لكن أعتقد أن هذه النتائج ستكون أفضل من النتائج السابقة، لأن النتائج السابقة كانت تسفر عن استمرار الوضع كما هو عليه، يعني دون أي تقدم على كافة المحاور. لكن نعول في هذه المرحلة على أن يكون هناك يعني تطور أفضل من حيث الواقع الحقيقة في إدلب، حيث شاهدنا اليومين الماضيين هناك هدوء الآن على ريفي إدلب وحلب، يعني يبشر بالخير دعني أقول، وخاصة يعني التصريحات هي فضفاضة بالواقع من الرئيسين، لكن مع أنها فضفاضة كانت وحمالة أوجه، لكن أعتقد أنها يمكن أن يعني نضعها في الخانة الإيجابية للعلاقات التركية الروسية. كون الرئيس الروسي تكلم عن العلاقة الممتدة باتجاه ليبيا واتجاه أذربيجان واتجاه يعني أماكن أخرى على الصعيد السياسي والعسكري، إضافة إلى تكلم الرئيس الروسي عن يعني أكثر من 6 مليارات استثمارات اقتصادية على الأرض التركية، ومقابل يعني أيضا أكثر من حوالي مليارين دولار الاستثمارات التركية. يعني بمعنى آخر أن العلاقات التركية الروسية لا تزال يعني بشكل أو بآخر تتقدم ولا تتراجع، وخاصة أن العلاقة الحقيقة الأمريكية الروسية حاليا أو العلاقة الأمريكية التركية حاليا ليست في أفضل حالاتها. لهذا السبب نحن نعول على هذه العلاقات الإيجابية التركية الروسية على أن تنعكس إيجابا على الواقع في سوريا. نعم، يعني أردوغان أكد أن السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات بين تركيا وروسيا. إلى أي مدى ترى إمكانية استمرار التفاهم بين أنقرة وموسكو حول سوريا، خاصة يعني أن هناك كما تعلم هناك أنباء عن عملية عسكرية مرتقبة في الشمال السوري، كيف يعني سيتصرف الجانب التركي حيال هذه الأنباء؟ يا سيدي الكريم، قبل اللقاء القمة بأكثر من يعني أسبوعين هناك تطور حقيقة على الجبهات في ريفي إدلب وحلب، كان آخرها القصف الذي تم على منطقة عفرين، وكان يعني الحقيقة في منطقة لا يقصف الطيران الروسي عادة، وبالتالي هذا تجاوز خطير كان وكبير جدا. أعتقد هذا التطور الحقيقة يفضي إلى شيء. التصريحات التي يعني قام أو التي صرح بها وزير الخارجية الروسي، والذي قال بأن تركيا لا تفي بتعهداتها تجاه مناطق إدلب، قابله تصريحات وزير الدفاع التركي الحقيقة بأن أيضا روسيا هي لم تفي بتعهداتها التي تعهدتها في منطقة يعني غصن زيتون ودرع الفرات للمناطق النفوذ والسيطرة التركية، وبالتالي لكل طرف من الأطراف له مماسك على في التفاهمات والاتفاقيات التي اتفق عليها. طيب، لهذا السبب أنا أقول أن الموضوع يعني، وحتى ما قبل القمة هناك زيادة القصف الروسي قابلها أيضا يعني حشود أكبر للقوات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية، ودعني أقول أن القوات التركية الآن هي في مواجهة خطوط التماس إن كان مع النظام الميليشيات الإيرانية والتي من ورائها أيضا روسيا، وبالتالي أي تقدم سيكون على الجبهة باتجاه مناطق ريف إدلب
سيقابلها الجيش التركي وليس طيب الجيش سيد أديب في النطاق الثاني. سيد أديب، يعني هناك من يرى أنه بعد تعثر يعني المحادثات التركية الأمريكية، أو أنها يعني لم تأتي كما هو متوقع إيجابيا كما هو متوقع، لربما تكون تركيا مضطرة أن تكون أكثر مرونة مع روسيا في خاصة في ملف إدلب، كيف ترى ذلك؟ يا سيدي الكريم، يعني أنا قلت أن يعني التصريحات الحقيقة هي في فضة وحمالة أوجه، الأيام القادمة هي التي يعني تكشف لنا يعني نتائج القمة التي حصلت بين الرئيسين التركي والروسي. لكن أنا حسب قناعاتي أعتقد أنه لا يمكن أن تتقدم القوات الروسية في منطقة إدلب وجبل الزاوية تحديدا ما لم يحصل تفاهمات جديدة، بمعنى آخر اتفاق جديد، وأنا أعتقد هذا الاتفاق الجديد حتى الآن لم يحصل. يعني قال الرئيس الروسي بأن لقاءاتنا مع الرئيس أردوغان هي يعني دائما تكون يعني ليست سلسة، لكن هناك يعني مجموعة أو دعني أقول الوزراء الدفاع والأركان وغيرها من الدبلوماسيين يعني دائما يتدخلون لحل كل الإشكالات، لكن اللقاءات لقاء الرئيس الروسي مع الرئيس التركي هي ليست سلسة، وفعلا هي ليست سلسة، وبالتالي أنا أقول الموضوع لا ينكشف إلا بعد أيام، لأن التصريحات الحالية في الفوضى لا يمكن أن 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 أن, أن تتضح نتائجها إلا بعد في الأيام القادمة. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من الريحانية على الحدود السورية التركية الخبير العسكري والسياسي السوري أديب العليوي، شكرا جزيلا لك.